عادل شريف عن فلسطين يقول رئيس الوزراء أن الاقتصاد يعاني بسبب تفشي أزمة كورونا، تفاصيل هذا الأمر وما هي الآثار الاقتصادية؟ والاقتصاد في كل مكان يعاني حقيقة، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني كان قد تحدث بأنه يرفع تقارير بخصوص هذا الشأن، وكذلك عمل كل اللجان في فلسطين إلى الرئيس محمود عباس، لكن في نفس الوقت قال نستطيع، قدرتنا ستكون كبيرة على التعافي من الأضرار خلال فترة بسيطة، هذا بعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة وأن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال اليومين الماضيين تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بعد انحسار طبعا إصابات الفيروس لعمال في مناطق متعددة من الضفة الغربية، ولكن عمليات الحجر وكذلك الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ساعدت على ذلك. مع العلم على 19,000 عامل ما زالوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالإضافة كذلك بأنه تحدث عن 30,000 سيقدمون لهم، ونحن نتحدث هنا عن العمال، مساعدات فقدوا وظائفهم، وأيضا تحدث عن 120 عائلة خلال يعني الأيام القادمة ستقدم أو ستقدم لها مساعدات حقيقة من خلال المتابعة واللجان المختصة التي تحدثنا عنها. هذه يعني الصورة لأجهزة الأمن الفلسطينية التي تقوم طبعا بضبط يعني بعض المركبات، وبالتالي أيضا المحافظة على النظام ومنع التجول الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك.